خلينا نشوف رد الإدارة ونتابع تصريح لمدير الفريق الكابتن عبد الكريم رزاق، يقول ما حققه الزوراء من ألقاب بعد 2010 يفوق جميع الأندية. يعني بإيجابياته وبسلبياته، تدري هو مو احنا نقول لا المدرب راضي ولا الإدارة ولا الكل راضي عن النتائج، هي مو قصة الحظ، لكن اكو دقائق المباراة الأخيرة يعني قسم من اللاعبين ما تمركزوا صح، ما أدوا اللي عليهم. يعني أنا تدري كمدير فريق وعندي أستعين بالإخوان وأيضا بالأرشفة، احنا لو تجي يعني احنا 12 دوري صار من خلال 2010 الى هسه، اثنين اللغت، واحده كورونا واحده الثانيه اللغت الشرطه اللي صار بها، يعني كانوا مصدرين الدوري. بالهاي العشر بطولات الزوراء محقق 3 دوري، 2 كاس و2 كاس السوبر، ماكو فريق مثلنا محقق هاي النتائج. لو تجي على الجويه 3 دوري 2 كاس، ما محصل كاس السوبر او حتى الشرطه، يعني ما محصلين هاي النتائج، رغم احنا انا اقول قلة الامكانيات المادية وقلة مو لان هي يعني احنا الظروف اللي صارت، قلت لك كإدارة واضحين، واللي يجينا واللي يطلع عنا كليته موجود، واي واحد يقدر يشوفه، اي واحد يقدر يعني شلون يمكن احنا حتى الوزارة هي تدقق، تدري احنا ما تصرف انت عنها با. يعني انا على مقال يعني قولت كابتن فلاح حسن، احنا حتى البواب اللي بوزارة النقل يعرف الجتيل الزوراء 500 مليون او 200 مليون او 300 مليون. فتدري انت هسه الظرف انت اللي تعيش فيه ظرف صعب، اللاعبين يريد فلوسه، يعني الاداريين. كابتن ليث، هذا تصريح الكابتن عبد الكريم رزاق ورد إليك. يعني هسه هم اولا لا اداره ولا مدرب راضين على اللاعبين، زين منو جابهم ذول اللاعبين؟ سؤال له هاي. واحد اثنين يقول احنا اخذنا يا موسم اخذوا الكاس والدوري، هاي 5 سنين وين احنا؟ مو ولادنا موجودين؟ شو وقت اللي يعني يا 2010؟ زين احنا ولد اليوم لو ولد اللي كنا، انا وكابتن صباح ماخذين بطولات وكله 3 بطولات واحسن لاعبين ولاعبين 9 او الى 10 لاعبين منتخب وطني. زين يقول قله الموارد الماليه وهذا، زين اذا تجيب لاعبين محترفين وتطلعهم بنفس الموسم العام، مو 6 لاعبين محترفين، اذا شنو الميزانيه؟ وين تروح؟ الميزانيه وين تروح؟ والان نفس الشيء مصطفى واللاعبين المحترفين اللي حيطلعون، وين الايجابيات؟ زين اوكي ما يخالف، انا خلينا نتكلم واقع، نتكلم نفس ما هو يتكلم. شنو الايجابيات اللي انت سويت؟ زين اللي استغنيت انت تقول لاعبين استغنينا عنهم العام، اللاعبين المحترفين من يتحمل مسؤوليتهم؟ الفلوس وين يعني تروح؟ هاي اوكي انت تقول صحيح تدخل من الوزاره للاعبين للاداره، اوكي زين ذولا اللي يجون لاعبين محترفين ب 200 و 150 الف دولار وال 100 الف دولار وانت بموسم 6 لاعبين مضيع تقريبا المليار وشويه، لاعبين غير جيدين، مدرب طلع جابه حيدر عبد الامير، والان نفس السيناريو، هم لاعبين غير جيدين، لاعبين اجيبهم مصطفى معان ومحمد علي عبود زين وغيره وغيره وحيدر هسه عبد الامير عبد الكريم وعلالي وحسين علي وسعد عبد الامير، هذول كلهم اللي راحوا. زين هاي مو كلها ايجابيات هاي لو سلبيات؟ احنا لازم نتكلم موضوع الاداره وموضوع انه انت يعني صح تتكلم، اذا تتكلم لي على كنا وكان واخذنا، وين ال5 مواسم اللي راحت؟ شو اخذنا؟ احنا ولد اليوم اقول لك الشرطه راحه وبيضه وجهنا في بطوله اسيا او بالبطوله العربيه الاسيويه اللي الان موجوده، الجويه والكهرباء ليش مستواهم؟ الكهرباء يعني حالهم من حالنا، لكن لاعبين مدرب على مستوى عالي وبقوا وياه، ليش تمسكوا بالمدرب لؤي؟ للمدرب شاب ظروف الكهرباء.